بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين جمهورنا الكريم، انطلق الشوط الأول في هذا المساء للخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة درجة السادسة لمسافة 1600 متر هنا في نادي السباق والفروسية على المضمار العشبي بمشاركة 12 راس. كل التوفيق للجميع. نتابع وإياكم الآن إلى المركز الأول والصدارة رقم 5 محاولة كلير ماونتن مع الخيال مارفين سيورلاند ملك السيد منصور إبراهيم المحمود والمدرب جاسم الغزالي. متابعة أيضا قوية من أستروليب مع السيد علي بن حمد العطية والمدرب محمد بن حمد العطية الخيال أندرو إليوت، وأيضا محاولة من وسط الجياد. كما نتابع وإياكم الحذرة للسيد جاسم بن علي العطية والمدرب الصاوي إسماعيل والخيال يون بابتيس هامل. ايضا دريقة في الصورة مع السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي والمدرب ابراهيم المالكي والخيال سليم غلام. نتابع واياكم اذا محاولات الاندفاع من اكثر من راس، لا زلنا نتابع واياكم. المركز الاول اتروليب في الصدر والخيال اندرو اليوت، محاولة من الجهة الخارجية كلير ماونتن ايضا ومارفين سيولاند، متابعة قوية ايضا من بقية الجياد. هنا التوجه نحو الانعطاف الاخير في الشوط الافتتاحي اخر 400 متر، لا زلنا مع الصدارة اتروليب والمحاولة تأتي من اي جي ماجنا من الجهه الخارجيه، ولكن المركز الاول والصداره هناك كلير ماونتن الان مارفين سيورلاند وجاسم الغزالي. متابعه من هاي كوماندر والخيال هاري بنتلي، اذا اكثر من راس ومحاوله في اخر 150 متر، متابعه قويه من ماجنا وايضا دريقه واندفاع، ولكن كلير ماونتن ومتابعه قويه من الجياد رقم 5 في الصداره كلير ماونتن الى الصداره والخيال مارفين سيورلاند. ألف مبروك تهانينا إذا للسيد منصور إبراهيم سعد آل محمود والمدرب جاسم محمد الغزالي والخيال مارفين سيورلاند الصدارة والمركز الأول في الشوط الافتتاحي لهذا المدرب. إذا النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط الأول، المركز الأول والصدارة رقم 5 كلير ماونت ملك السيد منصور إبراهيم سعد المحمود والمدرب جاسم محمد الغزالي والخيال مارفين سيورلاند. ثاني المراكز لرقم 6 المراقبة للسيد شعيل بن خليفة بن جاسم الكواري والمدرب محمد جاسم الغزالي والخيال جيبي جيامبر. المركز الثالث مع رقم 10 في هذا الشوط دريقة وملك السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي والمدرب إبراهيم المالكي والخيال سليم غلام. المركز الرابع لرقم 1 اي جي ماجنم ملك السيد يوسف عبد الله عبد الغني ناصر آل عبد الغني والمدرب ربيع سعد الكعبي والخيال جيرالد أفرانشا. خامس المراكز في هذا الشوط مع رقم 4 هاي كوماندر ملك السيد منصور إبراهيم سعد المحمود والمدرب جاسم محمد الغزالي والخيال هاري بنتلي. ألف مبروك تهانينا للفائزين في الشوط الأول بانتظار 7 أشواط أخرى بإذن الله، فابقوا معنا.